يوم جديد وفيديو جديد مع مرت عمي برمضان وفطور طيب من تحت ايديها. اليوم حتعمل لنا فطور كتير طيب، حتعمل لنا العكوب. تعالوا فرجيكم شو هو العكوب. انا ريتو يسعد لي هالوش القمر. انا اهلا وسهلا ليلى، يسعد مساكي يا مرت عمي. مساكي مسا مشاهديني حبيبي، مسيهم وصبحهم. تقبري قلبي، كيفك اليوم؟ الحمد لله رب العالمين، الف نعم من الله. ان شاء الله عطول، ان شاء الله عطول تضلي بخير. لك انت بالف خير، مشاهدينك يا رب يشفي مرضاهم كلهم. امين رب العالمين. بطلب من رب العالمين يشفي مرضاهم ويفرحهم ببناتهم وبصبيانهم. امين. يبعث لهم ولد لكل شيء بده يا رب يا كريم. امين رب العالمين، الله يطول لنا بعمرك يا رب. عمو عمك حبيبتي انت ليلى، عمو حبيبتي لما نعمل عكوب. ياي. لك العكوب. انا الاكل كثير بحبه. انا برشتهم وغسلتهم وهلا بدي طبقهم. ليكو شكل العكوب كيف بيجي؟ ليلى هدول معود عم يجوا اكثر من هيك، بيجوا اكبر. ايه بيجي على شكل بيوض. اها. هلا اول نزلوا بيجي هيك صغير، تمام. بس لقدام بيجي غير شكل، بس حبينا نجربه لنا احنا. هلا بدنا نسمي بسم الله ونحط السمنه. اول شيء هلا هي بتنطبخ بالسمنه ما هي؟ اكيد مع لحم غنم ليلى. يا سلام يا سلام، والله بتشوفوا الغنيمه يا رب يا كريم. تقبري قلبي حبيبه قلبي. بسم الله الرحمن الرحيم. بلا حطينا السمنه بعد ما دابت شوي. لحمة الغنم مرت عمي ضروري لحمة غنم؟ اكيد. لا انا عكوبة ليش بنطبخ كثير؟ للعجل، واللحمة ما بتنسلق. اذا سلقت اللحمة العجل بتروح طعمتها. صحيح. بنجيب غنم مشان يطلع طيب. وهي بالغنم اطيب. شو بدنا بالحكي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. عملي معروف نبيلة حبة بلا عمو حبيبتي. تكرم عينك. هذا الملح يا مرت عمي. بسم الله الرحمن الرحيم. ما بنكتر كثير. رشة بسيطة. رشة للحمة. لأن ملح العكوب. تمام. عمو وعطيني في بهار أبيض إذا بتريدي. يا. عمو حبيبتي حطينا ملح للحمة. تمام. ما بحط بهار أسود. أبداً. عشان ما يسود العكوب، بدي أخليه أبيض. رشة بهار أبيض، ليكي. ترجيح. رشة بهار أبيض. يعني تقريباً نصف ملعقة صغيرة. حسب كمية العكوب عمو. نضل نحرك ليغير لون اللحمة. بس يغير لون اللحمة هيدي هي بكون حوشتها. يا سلام على الروايح الطيبة. يا سلام رائحة شهية غير شكل. بدي احكي شغلة بخصوص العكوب. انا بعرف يمكن في كتير دول او في كتير ناس ما بتعرفه. انا صراحة انا شخصيا ما كنت بعرفه، عرفته هون بس جيت على شمال لبنان، فلاحظت انه كتير ببيعوه بهذا الفصل بكثرة. هو اكثر شيء بفصل الربيع يا مرت عمي. ما هيك هذا موسمه. هذا موسمه يعني غط الحمام طار الحمام. والله بيجي ليلى بشوي بيختفي دغري دغري دغري، يعني ابو 10 15 يوم ما بقى في بالسوق. ما بقى في بالسوق. لكن ليش العالم بتستعجل عليه؟ صحيح. مشان هيك نحن اول ما بينزل بنستغل الموسم تبعه ومنجيبه دغري. صراحة ما بعرف اسمه بغير دول شو اسمه، اكتبوا لي انتم. هلا انتم شفتوا شكله، هو هيك بيجي شكله، اكتبوا لي بغير دول هيدا شو اسمه عندكم. شايفين هو بيجي كله شوك قبل ما نحن ننظفه، بيجي مليان شوك. اكيد. هلا فينا في بالسوق منظف وفي بالسوق هيك يا مرت عمي. بدك تجيبيه منظف بتجيبيه، بدك تنظفيه على ايدك بتجيبيه مثل ما بدك. صحيح. على حالتك. اللي بدها ترتاح بتجيبه منظف. مظبوط. واللي بدها تعل قلبها بتجيبه موسع. صحيح. هلا عمي هلا بنسمي بسم الله وبنحط العكوب على اللحمات. تيكيز زلمه غير لونهم. هلا بننزل ليلى غير شكل. الريحه الشهيه عن جد. بسم الله الرحمن الرحيم. ريحتهم غير شكل. بسم الله الرحمن الرحيم. بننزل العكوب، نحن غاسلينه. اكيد اكيد غاسلينه لفين؟ يعني بنغسل مثل كانه عم نغسل اللوبيا الخضراء، الباميه، نفس الطريقه. بده يتفرز ليلى، بده ينسلق. اذا بده يتفرز نعم. كيف بيفرزوا؟ في ناس بتفرزوا بتشتريه بتفرزوا. اعطينا طريقتك يا مرت. بدها تغلي المي وتحط ملعقه ملح ليمون صغيره بالمي. بعد ما بتغسله بتسقطه بالمي 10 دقائق. تمام. بتقلبه 10 دقائق وبتشيله بتبرده. ما بتبرده بالمي لكن تفرده على صدر او بمصفيه بيصير؟ لا على صدر صينيه لكن بتشيلوا من المي بتفردوا لتينيا بتضبوا بكياس وبتفرزوا. بضل من سنه لسنه ليلى. شو حلو. من سنه لسنه بحافظ على على شو اسمه على قوامه. على قوامه. ما بينقص شيء من قوامه ابدا. رشه ملح صح. حنحط لسه شيء بهارات؟ لا ابدا ابدا. حيضل لونه ابيض يا ليلى. لا عم تعذبيني يا ليلى. كاميرا بدي اقول لك بهار. لا ما عاش اللي بيعذبك. لكن طريقة مرت عمي صراحة أنا كتير عجبتني بالتفريز،
يعني طالما هو موسمه كتير صغير بيجي 10 ايام وبيختفي من السوق، عن جد بيختفي من السوق، فضروري نفرز منه لانه نحن كتير بنحبه. ايه ليلى، ليلى بضاين سنه شو حلو بالفريزر، بس يحطوا ملعقه حامض ملح ليمون بالمي، بالمي بتغلي يسقطوه وخلص 10 دقائق يقلبوه 10 تانيين لحتى يبيض تمام ويفرشوه على الصدر. وانا كثير حبيت لهالاكل صراحه، بدي فرز منه. هلا هلا على الدغري بنحط لك كبايتين مي دغري مباشره دغري. لكن هذا الوحيد بنحط مي دغري. بسم الله الرحمن الرحيم. لكن قد ايه بنحط له مي؟ هاي كبايه. بسم الله هن هدول ليلى كل يوم بحط لهم كبايتين ما شاء الله، يعني كل كيلو كبايه. ايوه كبايه الماج اللي بنشرب فيها نسكافيه. هلا بقعد انام ابدا اللي فيهم شيء ابدا ابدا. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا بحطهم على غاز ما بقعد انام ليلى ابدا، دوس تحتهم بتركهم للمغرب. للمغرب ايوه. يعني كم ساعة تقريبا؟ عمو حبيبتي ما بيحملوا هن ساعتين لأن بدي نوص الغاز تحتهم. تمام. بس انا بشفق علي من وقت لوقت. تمام. انه انا قديش بكون مبسوطه لما بيكون فطوري عن مرت عمي، كثير بكون مبسوطه، بحس كانه عن جد انا ببيت امي. حياتي. يعني شو قصدك من الاخر؟ يعني قصدي كل يوم لازم انا يعني اكون من عندي. الاخر والله الله يسموك مصحه. الله خلص رمضان. خلص رمضان ايوه. استنى 10 ايام عليك خير. وعليكي خير حبيبه قلبي. هلا عم نعمل البصلات للمغربيه ما كالعادة كل يوم مغربية وتصقية وفتوش وشوربة وحجابية اللي ما عم يزبط يلي نعل قلبي فيه أنا وزبطه المكان يزبط. والمغربية صارت على النار. الله الرحمن الرحيم. فرمنا البسطات المسلوقين كالعادة، حطينا سمنة، هلا نخليه لحتى يتحمروا. صورنا المغربية لهلا شي 3 مرات قبل، هلا اللي ما بيعرفها صار بيعرفها عن جد. صح ليلى، الكاميرا صرنا عاملينها لانه كل يوم هي موجوده على الفطور. اكيد اكيد صورت هيني علي صورت. بسم الله الرحمن الرحيم. ها وهذا شعري للرز، عري للشوربه، وهذا رز ليلى. مروا البصلات ما شاء الله هيك. لكن عم بحب يا سلام. هلا بننزل عليها، هلا بننزل عليها المغربيه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. شفتي يا شاطره يا ليلى، تعلمتي؟ تعلمت. والعكوبات هناك او لك شو وضعهم يا مرام؟ هيكي ما شاء الله يغزل عنهم. ما شاء الله استوى عملهم. ما شاء الله الريحه شيء شهي عن جد، لفت الباب شهي شهي. لك يعيشوا هالديات. اهلا وسهلا فيكي، كرم عيني وعين مشاهدينك حبيبتي. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا باقي تقريبا من 30 ل 35 دقيقه للاذان، بلشت مرت عمي تعمل الرز. الرز مع العكوب، مرت عمي العكوب ما بيتاكل بلا رز. عمو حبيبتي ولا بيتاكل بخبز؟ عمو حبيبتي لا بيتاكل بخبز. بيتاكل بخبز. ليكي ليلى، ستاتنا وجداتنا واماتنا ايه؟ كانوا يعملوا جنب العكوب عكوب ورز ولبنيه. انتبهي والله هلا هن كلهم حيعرفوها. اها هن الناس بتسميها مسبحه، الناس بتسميها لبنيه. هي رز ولبن. رز ولبن. تغلي اللبن وتحطي رز بجنبك تسكبي. بدنا نعملها شي نهار. ايه هيدي اسمها مسبحة او لبنية حد العكوب. يا سلام. بس نحن هلا مشان سرعة الوقت وكذا وهالجال ما بيعرفها ليلى. صحيح بس طيبة. ايه طيبة. طيبة. هنحط هلا جنبنا لبن، عكوب ورز وجنب منه لبن. لبن. صح. مرت عمي هاتي عنك، انا بحضرك الشعيريات لبين ما كانوا اشقروا. لنشوف العكوبات ما شاء الله. اقولك ما لازم افتحها عليك من ما هيك لا حبيبتي عادي، ما بدك تشوفيهم، ما بدك تميلي الطنجره. آه. بدهم مي بنشفط ميتهم. لما انا فتحته فكرت حالي غلطت. لا ما بتغلطي. لا صح كله صح حبيبه قلبي كله صح. بسم الله. مرت عمي الشعيريه احمرت ما شاء الله يغزل عين عمو. ايه سلم بيتك، هيدا هو. هلا بنحط الرز. ايه بس يكون لونه ذهبي. فيني احط الرز وفيني احط المي. اول شيء بنحط شو بدك فينا نحط اللي بدك اياه. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. تبهي يا مرت عمي سخنة، خليني خفف النار. لك يعيشوا هالديات. حبيبتي. تعريحة ليلى. يا سلام. يا هلا زعلت مني. ليه؟ بس ما تيجي حوالتي لي حلوة هلا. وحياة الله الريحة غير شكل. أيوة. أنا عم أقول اللهم إني صائم بس يعني عم بعمل حالي ماني شامي شيء. حبيبتي. بنحط لك كل كباية رز كبايتين مي. مرت عمي الله يطول بعمره بتشتغل نظرية ما بتعير. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. يا سلام. اللهم بارك وزيد. نشوف العكوبات. يا سلام. شي ناهي. على فكرة يلي ما بيعرف العكوب ما بيعرف قد ايه هو طيب. إذا متوفر عندكم ببلادكم جيبوه جربوه على طريقة مرت عمي، حتقدمنه عليه.
مرت عمي قالت لي هالاكل بيلبق للسلطه، فرمت لها السلطه بندوره وخيار وبصل ورشه نعنع. كثير حسيت انه النعنع بتلبق لسلطه البندوره والخيار. شو رايك يا مرت عمي؟ تمام تمام. هي اكيد هيدي للكبه النيه كمان ليلى، وكمان للكبه للبطاطا المقليه كمان، صحيح للمغربيه بتنقبل كمان كله، لكن كله ومع العكوب اللي بيحب محل اللبن بياكل منها. صحيح، هون مشكله. الرحمن الرحيم، بدي هلا ميله. بسم الله الرحمن الرحيم، بشوف المي تبعيته كيف. يب. ما فينا نسكر وننساه. صح، لازم. بسم الله الرحمن الرحيم، لكن خفت المي شفتيها؟ اه معناتها شو يا مرت عمي؟ معناتها بدها مي. بسم الله الرحمن من دفلة الرحيم. بنضيف لها مي؟ اه ليكي ليلى حبيبتي. بنضيف لها مي يا مرت عمي؟ فيها هي لسه بس بدها. الميات؟ ايه اكيد بدنا نزيد لها، لكن لسه ما قلبتهم انا. اها لسه اللحمات تحت. هلا سخنة هلا. تمام. بقى نزيد مي باردة؟ يب. هي مي سخنة. هي مي سخنة. ها؟ بس كباية. بس. بنغطيها وبنساها. هلا بنلوث الغاز على الرز يا شاطرة. مرت عمي بدي اسالك سؤال. تفضلي. بالفيديو الماضي لما نزلنا الفيديو الماضي كثير الناس عم يعجبهم طبخك. مش بس من الفيديو الماضي والقبله عم يعجبهم طبخك، يعني اجتنا اسئله انه وين تعلمتي الطبخ؟ اعطينا السر. هيك لنشوف. عمو حبيبتي. مين علمك الطبخ؟ عمو حبيبتي اول شيء خبره العمر. صحيح. خبره السنين. صح. انا صار لي متزوجه 45 سنه. ما شاء الله. عرفتي كيف؟ العيال بتعلمي، الزهر بيعلمي، بس بدايته امي وحماتي الله يرحمهم. الله يرحمهم. الله يرحمهم ويجعل مسكنهم الجنه. امين. حماتي اطلع لعندها، تعلم اقعد عندها فتره. وامي كمان تعلم من امي. صحيح. اثنين لهم فضل علي الله يرحمهم. صحيح، هو هيك بيصير. صح. صحيح، كل الحق مع مرت عمي، وانا نفس الشيء صار معي كمان، انه بتحسوا طبخ الام شيء وطبخ الحمايه شيء ثاني، خاصه اذا الام من دوله والزوج او الاهل الزوج من دوله ثانيه، فبتتعلموا كثير ثقافات مختلفه ودول مختلفه واكلات دول مختلفه، يعني انا امي مش لبنانيه، امي ولا عربية أصلا، ما حدا يحط أسامي جنسية تحت، أمي أصلا مش عربية، فلما فتت على الطبخ اللبناني وطبخ الطرابلسي بالتحديد حسيت في فرق كتير كبير، وفي أكلات كتير أنا ما كنت بعرفها ولما تعرفت عليها كتير حبيتها فعلا يا مرت عمي. كل الحق معك. أكل اللبناني كتير طيب. صحيح. هلا قعدنا انا ومرت عمي تناخد استراحه، طالما الاكل بده شويه وقت على النار، وكانت عم تحكي لي قصه كثير حلوه. مرت عمي قولي لهم اياها. عمو حبيبتي عم يسالوا منين تعلمت الطبخ انا. مزبوط. لما اجت حماتي طلبت ايدي لابنها، لما اجت حماتي طلبت ايدي لابنها، قلت لامي ليكي من الاخر. من الاخر. ما بتعرف تقلي بيضه، هيدي من المدرسه على البيت. يا شحوري ما بتعرفي تقلي بيضه؟ قلت لها مرت عمي قابلتها. والله. قابلتها انا بعلمها. تقلكن شغلي، مرت عمي ما شاء الله عليها بايام شبابها وهي لهلا اسم الله عليها قمر، فحتى لو ما بتعرف تطبخ، حتى لو ما بتعرف تقلي بيضه، حماتها كانت رضيانه في سبيل جمالها. الله يرحمها. كانت بتحبني الله يرحمها. عن جد بتحبني. الله يرحمها. الله يرحمها. بس كانت الجنه كانت تحبني كثير. امين. فاستقصد حميده تقعدني معها فتره تعلمني. تقعدك معها وين؟ ببيتها؟ بيتي انا اجي لعندهم، اللي تعي لهون وقفي جنبي. والله. جيبي هالشغله. حضري هيك. والله حماتك بتحبك عن جد ليلى، وصراحه انا بترحم علي على لو ما بتحبك ما بتجيبك وبتقول لك تعي بدي اعلمك. ايه والله، وتعلمت كل شيء من تحت ايدي الله يرحمها. وامي كمان روح لعند امي لساعدها، انا مزوجه. صحيح. تعتمد علي بالمطبخ تعلمني. الله. وكانت الايام مرقت الايام والدهر بيعلم يا ليلى. صحيح. ما حدا بيخلق متعلم بطن امه. ابدا ابدا، هيدي شغله مفروض الدهر بيعلم. صحيح، الايام بتعلم والدهر بيعلم. صح. ومرت عمي كانت معلمه مدرسه، زيادة عن هيك يعني تعلمت وصارت عم بتدرس، صارت معلمة مدرسة، فعن جد ما كان إلا بالطبخ، ما كانت بهالمجال أبدا. بس مع الأيام الإنسان خط الترمينال ب69 ما شاء الله، ب70 خط الترمينال. الله يطول عمرك. ذاك الوقت اللي غير معه ترمينال بكالوريا يعني شغلة طبعا، يعني كأنه ماجستير. يعني من البان على البيت. اه عرفت شو بيقولوا؟ آه. ما بتنسرق عند امي ابد. صح. هلا عم بتعلم والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله. الله يبارك. ربيت عائله الحمد لله ما شاء الله، جوزتهم الحمد لله ومبسوطين. ولك الله يطول لنا بعمرك وعمرك حبيبي قلبي. تفرح اولادي تغبري قلبي. ان شاء الله كل امه بتفرح ببناتها وصبيانا يا رب يا كريم. امين رب العالمين. يا رب تشفي كل مريض يا رب، وجه حبيبك محمد يا رب. امين رب العالمين. تنطلع الرزات لانه الرزات هيئتهم بلشوا يستووا، ما هيك مرت عمي؟ هسه بدهم 5 دقائق. 5 دقائق. ليكي الرز العين. ما شاء الله. بسم
هلا الزيت خلصوا يا مرت عمي؟ عم حبيبتي بسم الله الرحمن الرحيم خلصوا ما شاء الله بسم الله ها طولك لحوله يغزي العين بسم الله الرحمن خلص طفينا تحتهم شفتي ليلى مشاها؟ يغزي العين تفضلي ليلى يا سلام تفضلي قطع الطاولة شاطرة وصارت جاهزة صارت جاهزة وأكيد البطاطا يلي كل ليلة ما فينا بلاها ما هيك مرت عمي؟ أعوذ بالله ليلى لا بنحسب الطاوله ابدا بنحسب بيقولوا لي يا عمي في شيء ناقص بسم الله الرحمن اذا ما في بطاطا بدي البطاطا ها هلا مرت عمي بدها تغسل البرغلات تاع الكبه ايه عم تغسلهم غسيل عادي ليلى غسيل عادي غسيل عادي بس ما بنقعهم لا وبكب ميتنا على الاخير اها بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم هن لحالهم بينزلوا دايكي صفي ما بينزل ولا حبه برغل ها ما شاء الله شفتيها يعني نحن بس غسلناه غسل ما بنقعنا لا جاني بالفيديو الماضي كثير اسئله ليلى نقعتوه ولا لا؟ لا ما بنقع يا ليلى عم حبيبتي انت ها حط ايدي مصفيه ليكي ما شاء الله ها البرغل مسيمين الركب هذا البرغل هذا مش العدس مش العدس مسيمين الركب البرغل صح انا ما بعرف يا مرت عمي هي ستي الله يرحمها كانت تقلي العدس مسمير الركب مرت عمي بتقول انه البرغل هو مسمير الركب هو مسمير الركب خلي نبعثه لا تشوف مين الاكثر مين الاسد صح نعمل قرعه نعمل الاكثريه بتقول هو حبيبه قلبي ايه لك الليله لك الرز عز الرز عز والبرغل مسمير الركب والعدس العدس ما بعرف ما ما له هو حديد 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 هلا العكوب او لك شو وضعه يا مرت صاحبي بيقولوا البرغل شنع حاله ليلى ما هيك ما بتعرفوا فقير بس والله منافع والله العظيم طيب نافع ايه انا كثير بحب حبيبتي بدنا نشقر على العكوب هلا بسم الله الرحمن الرحيم ها هلا صار فيني اقلب اللحمه لفوق فوق المجلد فوق المجلد ميات عليهم هلا بقى ياكلوا مي بقى خلص ما بقى ياخذوا مي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله لك الله يطول بعمرك شفتي غزل عين ليلى ما شاء الله طلعت اللحمه على الوش كانوا تحت صاروا هلا صاروا فوق هلا بقى بنشعل الغم خليني استحتهم بسم الله الرحمن الرحيم هلا اقول لك تقريبا قد ايه بدهم لسه بدهم شيء 10 دقائق او ربع ساعه على كثير وبيصيروا جاهزين بيصيروا جاهزين للاكل يا سلام يلا صار الوقت كثير قريب على غروب الشمس عم بتبلش تغيب يعني 10 دقائق 12 دقيقة وبيقدم الأذان وهي كبتنا صارت جاهزة أنا ما صورت لكم تفاصيلها لأنه بالفيديو الماضي صورنا التفاصيلها وبهاراتها والحبق والبصل وكيف عملناه بس حبيت أنا صور لكم بهذا الفيديو كيف بنغسل البرغل على كتر ما اجت كومنتات يا ليلى غسلتي ولا نقعتي فحبيت فرجيكم إياه باقي بس كم دقيقة للأذان وعم نطبق التسقية هلا ما شاء الله شيء رائع انبسطي يا ليلى انا كثير مبسوطه ايه الله يبسطك انا طول ما افطاري عندك انا بكون مبسوطه ان شاء الله على طول بتضلي مبسوطه حبيبه قلبي معناتها كل يوم انا عندي معقوله انت حبيبتي تقبلي انت تقبلي معنا الله يطول لي بعمرك وعمرك يا رب طول ها الحين هلا بنحط الطحينه يا سلام بسم الله احكوا لي انتم شو في احلى من الاجواء العائليه برمضان وفينا نقول لا يعني شو حلو مرت عمي تعزمني وانا اقول لا يا مرت عمي اليوم لا وانت قلبك عم يقول حقبة حقبة عم يضل لا يا مرت عمي اللي تعال حبيبتي انا بحس فيك بحس تقبلي قلبي انا لما بيجي لعندك يعني جاي لعند امي الله يطول لك بعمرك وحياة عينك حبيبة قلبي الله يطول لك بعمرك وقت السمنة لازم الشهقة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم انا كل شوي بيطلع على البلكون ناطره الاذان مناطره وهي اخر وجبه بطاطا طلعناها باقي تقريبا دقيقه ونص للاذان والعكوبات استووا معنا ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله شو هيدا يا مرت عمي بسم الله لك تعيشي وتطبخي لنا بسم الله الرحمن الرحيم الله شايفين شكله كيف بيجي اللهم بارك وزيد اللهم بارك وزيد ها الله يطول لنا بعمرك يخزي العين يلا برجع بقول لكم اكتبوا لي تحت بالكومنتات انتم شو بتسموها ببلادكم حتى الكل يعرف هيدي الوصفه شو اسمها بكل الدول وطريقه طبخها مثل ما شفتوا كثير سهله وهي سفرتنا حبايب قلبي صارت جاهزه ما شاء الله الله يبارك هيدي كانت وصفتنا لليوم بك الله يسلم ديتك يا مرت عمي دياتي بتكرم عيني حبيبي ان شاء الله يعجبك لا يعجب المشاهدين اكيد اكيد رح يعجبنا وسهلا فيكي هلا رح قلكم انه نحن هلا قدنا الاذان عنا رح نقعد على الفطور وبلكي بنصور لكم القهوه بعد الفطور ما بعرف حسب همتها لما تعمي اذا بدك تصورنا اذا بدك تعمل لنا قهوه حسب لا شو حسب
حبيب قلبي. ما عندك ايه بعطيكي يعني بتعلي. حبيبتي. كل شيء وقته حلو. مظبوط. ايوه. لكن هذا كان الفيديو تبعنا لليوم، ملتقانا بفيديو جديد باذن الله. باي. باي. هول القطايف طلعتهم مرت عمي هلا من الفريزر، هول اللي عملناهم معكم بالفيديو السابق. شفتي انه ما بيهمهم شيء ليلى؟ شايفه عن جد؟ شفتي هلا دغري شيء من هون على الزيت. هلا هول مجمدين. لكن حطوا مجمدين حطو. فينا نطلعهم دغري على الزيت. دغري دغري ما يقولوا حتى يذوب الثلج عنهم. لا دغري دغري من هون للزيت. للزيت. ايه هيدا هو. يعني انا على كتر ما الفيديو الماضي كنت حب القطايف اللي عملتهم مرت عمي، قلت لها اذا لسه عندك منهم قولي لنا منهم. الحمد لله طلع عندك بالفريزر منهم يا مرت عمي. ما هو تفسدتي انت، معلوم عندي مو بنعطى وش. يعني بعد ما شفتين عم تحكي وانت ما عرفتي انا عرفتي. لك يا مرت عمي انا فيني اشوفهم هدول انت من تحدياتي. يلا عليكي عم بقلي لك بقول لا. لكن ما احنا كيف احمروا هيكي خي ما شاء الله. الله العين. يا ريت لو فيكم تشموا الريحه بس شوفوا لونه شوفوا. مرت عمي استوى لسه؟ عملي معروف قلبي صح الله معروف. بسم الله الرحمن الرحيم. لا بدنا نصب القهوة بسم الله الرحمن الرحيم. قهوة يا عين يا ليل دمعة. بيصلي على النبي. دمعة يا ليلى دمعة. مكانها هلا رح نشرب القهوة تبعنا ونتحلى بالحلو تبعنا.